تأييد محلي وعالمي يدعم دبي في استضافتها إكسبو 2020 في ظل ما تقدمه الإمارة من بنية تحتية فريدة من نوعها محلياً ودولياً، بدءاً بالنقل والمطارات مروراً بالخدمات اللوجستية ووصولاً إلى الخدمات الحكومية العصرية. ويشير استبيان أجرته شبكة لايس العالمية لمركز الأعمال أن نسبة 57% من إجمالي 1000 مدير شركة من 28 دولة بما فيها الدول المتنافسة تشير إلى أن دبي هي الأجدر باستضافة الحدث العالمي. في الحقيقة احنا عملنا الاستبيان بتاعنا في 28 دولة، من ضمنهم الدول المنافسة، 3 دول منافسين من دبي، ونتيجة طلعت 57% من الشركات دي رجحت دبي، 18% رجحت روسيا، 14% رجحت البرازيل، و11% رجحت تركيا. الحدث العالمي الضخم يترك أثراً إيجابياً واسعاً في اقتصادات المدن والدول المستضيفة، إذ يفتح فرصاً استثمارية وتجارية واعدة أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ما يسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات والشركات الأجنبية إلى المدينة المستضيفة، فضلاً عن السهم في توفير الوظائف لأفراد المجتمع المحلي ورفض قطاع السياحة والضيافة بملايين الزوار. في حالة فوز دبي بإكسبو 2020 مردود وعوائد كبيرة جداً، منها عوائد اقتصادية مادية في مثلاً حوالي 140 مليار درهم متوقعين، في حوالي 277 أو 275 ألف فرصة عمل، في شركات كتيرة جداً هتبتدي توسع استثماراتها وتيجي هنا، وده برضو كان من ضمن نتائج السيرفي بتاعتنا ان احنا في 45% من الناس اللي قالوا نعم لدبي او ان احنا بنقول دبي الأقدر، 45% منهم قرروا ان هم في حالة فوز دبي هيوسعوا استثماراتهم هنا. المكون الرئيسي لنجاحات التي حققتها دبي على المستوى الإقليمي والدولي والتي تعزز حظوظها لاستضافة المعرض يتجسد في الرؤية الثاقبة لقيادتها نحو تسخير جميع الطاقات والإمكانات للارتقاء بمستوى دبي وسمعتها العالمية في شتى المجالات الثقافية والاقتصادية والحضارية. بنية تحتية متطورة ونمو اقتصادي مزدهر وتنوع ثقافي يجمع تحت مظلته أكثر من 200 جنسية، ركائز تشكل حجر الأساس لتعزيز فرص فوز دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً باستضافة إكسبو 2020. خالد الملا، سكاي نيوز عربية، دبي.